مبادرة ابدأ، يعني مبادرة وطنية عملت على تشجيع الصناعة، محتاجين ان احنا نقرب منها اكتر طبعا. وازاي قدرت ان هي تكون نموذج يحتذى به من خلال انها تكون يعني مرجع بعد كده للمبادرات الوطنية، مع المهندس خالد حسن عضو المبادرة الوطنية ابدأ معانا دلوقتي على التليفون. مهندس خالد، اهلا وسهلا بحضرتك في البداية. اهلا وسهلا بيك يا استاذه ايه، اخبار حضرتك ايه، ومساء الخير على حضرتك وعلى الساده. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي نقدر نقول ان مبادره ابدا هي مبادره وطنيه نموذج يحدث به بعد كده في بعض المبادرات الصناعيه الوطنيه اللي تقدر ان هي تشجع الصناعه في مصر وتوطين الصناعه في مصر، وبالتالي اتاحه فرص عمل للشباب وطموح الشباب في قطاع الصناعه؟ تمام. مبدئيا كده هي مبادرة ابدأ لما جاءت بتكليف من سيادة الرئيس لشباب البرنامج الرئاسي، احنا اشتغلنا بشكل منهجي وبشكل مخطط علشان نقدر ندرس الوضع الحقيقي اللي موجود على أرض الواقع في القطاع الصناعي، من أول المصانع الكبيرة والمصانع الصغيرة سواء كان القطاع رسمي أو القطاع. كان عندنا أهداف واضحة وتكليفات واضحة من سيادة الرئيس، وهي إن احنا نسعى لتوطين الصناعات الحديثة واحلال مستلزمات الانتاج او احلال المنتج المحلي، بلس ان احنا نوصل لتوفير فرص العمل وتقليل الفجوه الاستراتيجيه. اهدافنا كانت واضحه، وعشان كده بدانا نشتغل بشكل منظم وبشكل مخطط. درسنا السوق كويس جدا، درسنا الفاتوره الاستيراديه لمصر، درسنا المنتجات اللي احنا بنستوردها والمصنعين والشركات، لقينا جزء كبير جدا من المنتجات دي مصر تقريبا بتستورد بحاجه و70 مليار دولار، في منهم حوالي 20 مليار دولار منتجات جاهزه ان هي نقدر نصنعها في مصر. سواء كانت مستلزمات انتاج او كانت مواد خام او تعظيم الاستفاده من المواد الخام اللي موجوده في مصر، وده برضو حاجه يعني من الحاجات اللي احنا يعني ليها تاثير هيكون في المستقبل كبير جدا، فكره ان انا بعظم القيمه المضافه للخامات المصريه اللي موجوده. ابدا اشتغلت بشكل منهجي مع المصنعين في القطاعات الصناعية المشتركة، عملت منهم مجموعات عمل عشان تبقى المشروعات المشتركة، عشان برضه حضرتك عارفة إن في بعض مستلزمات الإنتاج بتبقى صعب جدا إن مستثمر واحد يخش في الاستثمار ده، سواء كان من ناحية التكلفة الاستثمارية أو كانت من ناحية الماس برودكشن أو الطاقة الإنتاجية اللي هو بيستهلكها. كمان اشتغلنا على جذب مستثمرين أجانب أو شركاء أجانب، إحنا عندنا النهارده مستثمرين من أكثر من 12 دولة، في منتجات لأول مرة بيتم تصنيعها في مصر، عندنا مشروعات هتستهدف توفير فاتورة استيرادية تتقارب ال 16 مليار دولار في الفترة اللي جاية. هو ده النموذج اللي إحنا حاولنا إن إحنا نقدمه. كمان بدأنا كان تكليف من سيادة الرئيس إن إحنا نبدأ نعمل تكامل مع كل المبادرات الصادقة اللي كانت موجودة في الدولة، وان احنا نتعاون مع جهات الدوله المختلفه سواء كانت الحكومه او قطاع الاتحاد الصناعات او ايه. ابرز الصعوبات والمعوقات اللي قابلتكم في ابدا، يعني بمنتهى الصراحه كده هقول لحضرتك بمنتهى الصراحه، احنا واجهنا تقريبا حوالي 8 تحديات رئيسيه، في منهم جزء كبير جدا بدا يتحل على ارض الواقع، في منهم جزء لسه هياخد وقت شويه. ايه هم؟ بس الجزء الخاص بالتطبيق سياسه الجوده والمواصفات والجوده، وسواء الجوده دي كانت مصريه او جوده عالميه، سوري مواصفات عالميه يعني. الجزء الثاني خاص بتمويل المشروعات الصناعيه الجديده الخاص بالشركات الناشئه الصناعيه، دي برضه كان فيها مشكله، يمكن المرافق كمان والبنيه التحتيه النهارده بتشوف الدوله النهارده عملت بنيه تحتيه قويه جدا على مستوى الطرق او على مستوى الاتصالات او حتى على مستوى المواني، النهارده بنشوف شبكه مواني قويه جدا ووسائل نقل هتتربط ببعض وتتربط بالمناطق الصناعيه، هتعمل تقليل للتكاليف اللي موجوده للمنتج الصناعي. عندنا كمان التعليم الفني برضو من ضمن الحاجات، يمكن الدوله بدات تاخد فيه خطوات كويسه برضو بالكليات التكنولوجيه مدارس التكنولوجية، دي كلها برضو حاجات هتساعد كتير جدا لما الطلبة دي تبدأ تدخل السوق. أظن احنا السنة الجاية تقريبا أول دفعة أو السنة اللي بعدها يعني خلاص الطلاب هتبدأ تدخل سوق العمل الفترة اللي جاية، فدي برضو من الحاجات اللي كانت الدولة كانت شغالة عليها بشكل كويس جدا. عندنا المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية، ودي طبعا معظمها متركز، المشكله كلها متمركز في المناطق الصناعيه اللي موجوده
في الصعيد، واظن برضو الدوله شغاله عليها دلوقتي بشكل ان يبقى في مخطط بشكل سريع ان هو يتم تفشيء المناطق دي. الاجراءات الروتينيه والتواصل الحكومي والتحول الرقمي اللي موجود ما بين الجهات الكتير اللي هي متعلقه بالصناعه النهارده، يمكن كان الدكتور محمد عبد الكريم رئيس هيئه التنميه الصناعيه كان بيتكلم قد ايه هم بداوا يعملوا ربط داخلي ما بين الهيئات وبعضها عشان يقلل الوقت ويقلل الفترات الزمنيه اللي كان بياخدها لاستخراج التراخيص والموافقات اللازمه لتشغيل المصانع. يمكن احنا كمان طلبنا منه برضو النهارده ان احنا لا احنا كمان محتاجين تحول رقمي يكون على مستوى المستثمر نفسه، محتاج بلاتفورم يتعامل عليها يخلص منها كل الاجراءات الخاصه بالتراخيص، مش محتاج ان انا اتحرك او ان انا اروح بتقديم الورقي يعني او التقليد اللي كان المتعارف عليه، محتاج يبقى في تحول رقمي لان ده هيساعد كتير جدا على جذب المستثمرين الاجانب كمان مش المصريين. عشان سرعة الوقت طبعا وسرعة الإجراءات. سرعة الوقت وسرعة الإجراءات دي مهمة جدا بالنسبة لنا. كمان في حتة تانية دلوقتي بنعيشها كلنا والحالة السياسية اللي موجودة على مستوى العالم والتغيرات والحروب والتحالفات السياسية اللي موجودة دي، على فكرة الناس شايفاها على قد ما هي كانت مشكلة بالنسبة لنا في الأول، بس إحنا شايفينها فرصة كويسة جدا. دي فرصة كويسة جدا لينا دلوقتي إن إحنا نبدا نجذب في مستثمرين كتير من دول زي اوروبا وزي الصين حابين ان هم يبقوا مصر. مصر النهارده جاهزه بشكل كبير جدا، صحيح عندها الاساسيات اللي تقدر تبني عليها. يمكن الاساسيات اللي انت اتكلمت فيها يعني مهندس خالد، ويمكن المعوقات كمان اللي انت اتكلمت فيها يعني بمنتهى الصراحه فيها نقاط مشتركه كبيره جدا مع ضيفي الكريم في الاستوديو دكتور عبد المنعم السيد. انا بشكرك شكرا جزيلا المهندس خالد حسن عضو المبادره الوطنيه ابدا على هذه التفاصيل وهذه المشاركه.